نكمل إن شاء الله سويا بعض الملاحظات المتعلقة بموضوع المقابلات اللي توقفنا عندها في المحاضرة السابقة، وبعض الملاحظات الفنية المتعلقة باللقطات وبالتجهيزات الفنية. كنا قد توقفنا واستعرضنا عند مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالمقابلة التلفزيونية تحديدا، تحدثنا أن هذه المقابلة لها خصوصية ولها عدة أنواع نحرص من خلالها إما على الحصول على معلومات أو الحصول على آراء أو الحصول على أشياء تفصيلية تتعلق بالشخصية وهو حوار الشخصية. وتحدثنا عن مجموعة من القواعد والإجراءات المرتبطة بإجراء هذه المقابلة. من تذكر لنا بعض تلك القواعد؟ تفضل. إجراء البحث اللازم. البحث اللازم وجمع المعلومات المسبقة سواء عن الموضوع أو عن الشخصية. الدراية الجيدة، وقلنا انه في حتى لو كان في حدود اضيق وقت ممكن يجب انه نتصرف مباشرة ونحاول الحصول على معلومات حول الموضوع اللي احنا متوجهين لاجراء حوار بشأنه. تجهيز الاسئلة واطلاع المحاور على فقط النقاط. تجهيز الاسئلة واطلاع المحاور على المحاور وليس على الاسئلة، لانه الاسئلة هي اشياء تخصنا بدرجة اساسية. التأكد من الأشياء الرسمية زي الاسم وما إلى ذلك. تمام، لا نطلق أحكام مسبقة وندعي إنه هذا بنعرف وهذا يعني نعرف آراءه مسبقا، لذلك لا يعني لا نحتاج إلى إجراء مقابلة، هذا أحكام خاطئة وليس لها علاقة بالناحية المهنية. السيطرة على المقابلة وإدارتها ومراعاة الوقت المسبق. السيطرة على المقابلة وإدارتها، وهذه من أهم النقاط المفصلية في أي مقابلة، لأنه إدارة المقابلة هي الأساس في النجاح. تصور لو كانت لدينا مقابلة 5 دقائق، 3 دقائق، 2 دقائق، 10 دقائق، يجب أن نوجهها بالطريقة السليمة بالوجهة السليمة من خلال الاستفادة القصوى من تلك المساحة الممنوحة لنا للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات أو الآراء المتعلقة بالشخص أو المتعلقة بالموضوع وبالحدث وتفاصيله. هذه مجموعة ملاحظات مهمة جدا. نستكمل هذه الملاحظات بشكل سريع، يعني هي أهم الملاحظات. هناك ملاحظات أخرى تتعلق بنوع الأسئلة. يجب الابتعاد قدر الإمكان، قدر الإمكان عن الأسئلة المغلقة. ما معنى السؤال المغلق؟ هل الذي تكون إجابته نعم أو لا؟ يعني هل الابتعاد بالكلية؟ لا. هناك بعض الأحيان نحتاج إلى هذا النوع من الأسئلة، ولكن عندما نطرح السؤال المغلق نكون قد جهزنا مباشرة بعده سؤالا تفسيريا أو توضيحيا. إذا السؤال المغلق، القاعدة الأساسية الابتعاد عنه قدر الإمكان في حال كانت هناك حاجة ماسة لطرحه للانطلاق من خلاله إلى سؤال آخر، فيجب أن يكون يتبع مباشرة سؤالا تفسيريا. لماذا نعم ولماذا لا؟ في كلتا الحالتين يجب أن نتعرف لماذا وما هي الأسباب وما هي التداعيات وما هي المبررات وما إلى ذلك. أما إطلاق السؤال على عمومه فهذا شيء سيء. عدم توجيه أسئلة، نقطة أخرى، عدم توجيه أسئلة مركبة أو مزدوجة. ما معنى سؤال مركب أو مزدوج؟ سؤالين في سؤال. يعني الآن أنت وأنت تحاور الشخصية لا تسألي سؤالين، لأنه بتسأل سؤالين، المنطق والطبيعي أنه الشخص يجيب على واحد منهما، الأول أو الثاني، هو يختار، نحن نعطيه الفرصة للاختيار، لذلك نسأل سؤالا واحدا فقط. ولكن ماذا بعد لكن؟ بعد لكن في هناك بعض الحالات قد يضطر فيها الصحفي إلى طرح سؤال مركب. مثل ماذا؟ مثلا أنا مع وقت، فيش وقت. إذا هذا وين بيكون غالبا؟ ضيق الوقت في المؤتمرات الصحفية. في المؤتمرات الصحفية الفرص محدودة، يعني قد تأتي وقد لا تأتي أصلا الفرصة لطرح السؤال. فلذلك إذا أتيحت لنا الفرصة
من حقنا أن نطرح سؤالا مركبا وأيضا لكن. ما مغزى لكن هنا؟ بالتأكيد الشخص سيجيب على شق من السؤالين، سيتعمد إهمال الشق الآخر. كيف نتصرف في مثل هذه الحالة؟ نعيد السؤال. كيف؟ الجانب الثاني، جاوب على الجانب الأول. أيوة. نعيد على الجانب الثاني من السؤال. ممكن نعيد عليه الجانب الثاني. تفضل. أو إن أول إحنا ما نبدأ السؤال نحكي له إنه السؤال مكون من جزئين، الجزء الأول بيحكوا على إيش والجزء الثاني. تمام. تمام، نقطتك سليمة، لكن هو عندما أجاب أجاب على شطر واحد وتجاهل الجزء الآخر أو السؤال الآخر. تمام، هنا كلام صحيح، لكن كيف ستكون الآلية؟ الآلية ستكون كالتالي. أنت ستضطري، لازم هنا تتحلي بالشجاعة وبالجرأة الكافية اللي بتمكنك أنك أنت تقفي حتى لو تم منعك أو تم محاولة يعني إنه التشويش عليك. هاي المؤتمر الصحفي، هاي الشخصية موجودة هنا، أنت موجودة في المكان هذا أو المكان هذا. الآن أنت سألت سؤال مركب، سؤالين، أجاب على شطر واحد وبده ينتقل لشخص ثاني. اتفضل أنت، يعني صحفي ثاني يسأل. يجب إذا كان عندك هذا السؤال مهم وله اعتبار، يجب أن تقفي بكل قوة حتى لو حاول أنهم يمنعوك من مواصلة الحديث. وهنا نحتاج إلى لغة جسد خاصة، نبرة صوت أعلى، أداء أعلى، وقفة واضحة وقوية كأنك تطالب بحقك لأنه هذا حقك. تمام؟ لو سمحت، أنت أجبت على الشطر الأول أو الشطر الثاني ولم تجب على السؤال الثاني وهو وتعيدي مباشرة، فأرجو الإجابة على هذا الجزء من الجواب. الصوت يجب أن يعلو وتفرض صوتك على جميع من حواليك. هذا الموقف يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى جرأة عند طرحه، وإلا ستضيع عليك الفرصة. يعني الصحفي اللي ما بيطالب بحقه في هذه الحالة ستضيع عليه الفرصة. تمام؟ فإذا هذه حالة من الحالات اللي ممكن نتعرض لها أو نسأل فيها سؤالا مركبا. موضوع التواصل البصري احنا حكينا مهم جدا في موضوع اللقاءات، إنه يشعر من نجري معه الحوار سواء كان حوارا خاصا او حوارا ضمن مجموعه انه انا اتواصل معه. لذلك انتم بتلاحظوا عندما تجرى الحوارات في الميدان وفي ميادين العمل المختلفه الخارجيه، نجد انه هناك في المصور وبجواره يكون مين؟ المراسل. في هذه اللحظه يطلب من المتحدث ان ينظر الى المراسل وليس الى الكاميرا مباشره، حتى يكون هناك نوع من الألفة أكثر. تمام؟ ويستطيع أنه هو يجاري المراسل ويستمع إلى أسئلته. إذا كان حوارا خاصا، لنفترض أنه واحدة من كل اختارت أنه تجري حوار خاص مع شخصية في داخل القاعة، بتكون لها جلسة معينة وجها لوجه أو من جانبي بطريقة شوية. طبعا هذه لها ترتيبات فنية معينة، وبتتعلق الترتيبات كمان بالكاميرات، وغالبا بيستخدموا كاميرتين عشان كاميرا تركز على المراسل وكاميرا تركز على اللي هو الضيف. في مثل هذه الحالات ايضا بدكم تحرصوا عندما تصور انه الصور الاولى تكون زي ما شفتوا بعض اللقاءات اللي كنا نستعرضها، صوره عامه، ما بنبدا بصوره المراسل مباشره، بنيجي بصوره عامه بعدين تبدا الصوره يعمل كلوز اب لما يصل الى المراسل، ثم بعد ذلك عندما يبدا الترحيب بالضيف تيجي صورتهم الاثنين في الكادر تبع الكاميرا، ثم يبدا التركيز الكاميرا اما على المراسل او على اللي هو الشخص المتحدث. فبدنا ناخذ بالنا من بعض هذه الملاحظات، وحتى نكون في الصوره اكثر، في هناك بعض الملاحظات المتعلقه النواحي الفنيه ونواحي انواع اللقطات. يعني انا اعرف انه هذا يحتاج الى وقت اطول ويحتاج الى تدريب اكثر، لكن لدينا بعض الاسس المتعلقه بانواع اللقطات يجب انه نتعرف عليها. حتى لو كانت انت تصوري بالموبايل الخاص تبعك يجب انك تتعرف، لانه في بعض الملاحظات اللي قلتها لزميلاتكم كثير كان في مشاكل. مثلا انا ما بتحدث عن نوعيه الجهاز والجوده والريزوليوشن، لا، على شغلات ثانيه، نوعيه اللقطه وما الى ذلك. يعني عندما نتحدث الى شخص ونجري معه حوارا ضمن مقا...
قابل أو ما إلى ذلك، يجب أن تكون اللقطة قريبة ما تكون بعيدة، ما ينفعش تكون بعيدة في هذه الحالة. في حالات ممكن تكون بعيدة، في حالات بنصور من وراء الكتف، في حالات بنصور من أعلى من أسفل وما إلى ذلك، في حالات مختلفة كثيرة. هذا الدليل الموجود عندكم العالم كما تراه اللي هو إنتاج البي بي سي، صناعة التقارير، في بعض الملاحظات هي اللي حنتوقف عندها الآن مش كلها، المتعلقة بأنواع الكاميرات طبعا، في حاجات تتعلق بأنواع المايكات لأنه هذه مهمة أيضا نعرفها بشكل سريع. المايكات المشهورة في عندنا الكليبس مايك زي هذا، وهذا طبعا حساس وسهل جدا بيستخدموه داخل الاستوديوهات بطريقة غير مرئية، يعني بدخلوه من تحت الملابس حتى لا يظهر بهذا الشكل السلك تبعه. وفي عندنا اللي بتشوفوه في بيكون في التقارير الميدانية أو في المؤتمرات أو ما إلى ذلك، وهو لا يظهر طبعا، يظهر أمام الشخص اللي هو الجن، لأنه أشبه بالجن يعني سلاح مسدس، أشبه بالمسدس من حجم الكبير، وهذا طبعا له علاقة بموضوع الفلترة وما إلى ذلك. ثم الهاند مايك اللي بيكونوا مسكينه معظم المراسلين، وهذا بتيح حرية أكبر في التقاط الصوت عن قرب وما إلى ذلك. وفي نوع أخير وهو الأحدث ويستخدم الآن اللي هو الوايرلس. الوايرلس لا، حتى المايك العادي الهاند ممكن يكون وايرلس، بمعنى انه انت بتتنقلي فيه زي اللي عندنا في قاعة المؤتمرات. قاعة المؤتمرات لما يكون عندنا ورشة عمل او ندوة وبدهم يتحدثوا الطلاب او الطالبات، بدهم يوجهوا تساؤلات او مداخلات، فبتنقل هذا المايك اليدوي من خلال اللي هو الوايرلس، بيعطي اريحية وقدرة اكبر في التنقل من مكان الى اخر على مساحات، على مسافات اوسع. في مشكلة، من المشكلة بالتأكيد يعني انتوا لا تتحمل مسؤوليتها، انه شدة الاهتزاز في التصوير. طبعا معروف انه المصور يحتاج الى ثبات، لذلك يستخدم الترايبود او حامل الكاميرا، تمام؟ لكن هذا غير متوفر عندكم الان، فحاولوا قدر الامكان، حاولوا قدر الامكان انه اللي بدها تصور لا تتحرك، او ان تجد جسما صلبا تضع الكاميرا عليه او تضع الجهاز عليه، اذا اتيح لها بيكون افضل كثير جدا. في شغله بيعالج لنا اياها اليوتيوب، اليوتيوب عندما نحمل عليه المقاطع الفيديو بيجري عمليه اصلاح على طول، بيقول لك انه في عندك نسبه اهتزاز في الكاميرا، هل تريد ان نصلحها؟ في نسبه خلل، هل تريد؟ بس اذا كان النسبه عاليه في الفيلم الاصلي لا يمكن اصلاحها، يعني دائما هو بيعمل بعض الاصلاحات الفنيه في البرامج. نعم، لا لا، تطلب منه، ما فيش شخص بنجري معه مقابله بضل يروح مين شوي، نطلب منه انه يثبت في لانه انت بدك تكوني متفقه معه وترتبي معه انه هو يقف هان وكذا، وبدك تراعي الضوء ويعني مسائل مختلفه. خلينا نقف شويه عند اللي هي احجام اللقطات، موضوع اللقطات. خليك احجام اللقطات هذه بتراعوها، حتى لو كنت بتستخدم الموبايل لازم تحرص على انك انت تراعي الاحجام. الامس، ماذا تعني الامس؟ ميديم شوت. الامس ميديم شوت يعني لقطه متوسطه، وهي تاتي من الخصر الى الاعلى، يعني بنبين فيها من عند المنتصف. طيب الالاس لونج شوت، لقطة طويلة، وهي من قمة الرأس زي ما انتم شايفين عندكم تشوفوه واضح إلى أسفل القدمين، يعني أنا بدي زي أول ما بتشوفوا الشخصيات لما يجيبوها بيجيبوا لونج شوت، مظبوط؟ لما يجيبوا لقاء مع شخص بيجيبوه من بعيد لونج شوت، يجيبوه من فوق رأسه لعند القدمين كامل، كله يظهر في كادر الصورة. وفي عندي الـ WS اللي هي وايد شوت، وايد لقطة عريضة. يعني ما الفرق بينها وبين اللونج شوت؟ اللونج شوت بتيجي على الشخص نفسه، نعم، لكن الوايد شوت بتيجي على كل المكان، تعطيني عمق اكبر، عمق اكبر الوايد شوت، يعني بجيب القاعة كلها،
بجيب الشخص اللي بدي اياه في الاطار اللي موجود فيه، ففي عمق اكبر ومدى اوسع للصوره او للقطه اللي بدي اياها. هذه بيستخدموها، هذه اللي يمكن مش واضحه كويس الان لكن حتشوفوها في الدليل، يعني يركزوا على الوجه فقط حتى يبدا من، يعني لا يبدا اعلى الراس، لا يبدا، يبدا من الجبهه تقريبا الى الذقن. هذه بسموها بيج كلوز اب، تمام؟ كلوز اب، بيج كلوز، يعني هذه لقطه قريبه جدا، تمام، اقرب من اللقطه العاديه. هذه كلوز اب، احنا بنقرب على الوجه لكن اقرب، بيج اكثر، يدخل في اعماق وتفاصيل. زي مثلا انت بتعملي مع، هذه بيستخدموها مع الضحايا كثير، يعني مثلا مع موضوع ال بالضبط تبكي. مثلا امس لما افرج عن الاسير سامر العيسوي، هنا نحتاج الى صوره قريبة جدا، مقربة جدا على الشخص وعلى من؟ وعلى والدته وعلى اهله، يعني شغلات من هذا القبيل في لها داعي، يعني اذا ما لهاش داعي لا نركز على الشخص بكامل تفاصيله. وهنا ميديم كلوز اب، يعني احنا بنجيب اقرب بس مش الوجه بالتمام زي ما في هذه اللحظة. هذه بيستخدموها كثير جدا كمان في الافلام الوثائقية او في اللقاءات الخاصة الطويلة، تلاقي في بعض اللحظات يركز الكاميرا، بتركز بدرجة كبيرة جدا على وجه الشخص بكامل تفاصيله، إذا توقف، إذا بده يتذكر إشي، إذا موقف حزين بده يحكي عنه، تظهر كامل الملامح والتفاصيل الكاميرا في هذه الحالة. وهذه في بعض الأحيان بيستخدموها في أشياء لها علاقة مثلا بتقارير ميدانية، بيستخدموا كتير جدا موضوع الزاوية المنخفضة والزاوية المرتفعة اللي بتكون من أعلى. في عندكم هنا بعض الإرشادات المفيدة جدا، هذه من الإرشادات أنا بحكيها عمدا الآن على أساس تستفيدوا منها في موضوع التصوير. أنا أدرك أنه موضوع التصوير مش مسؤوليتكم بدرجة أساسية، لكن إحنا قلنا أنه المراسل يجب أن يكون له تدخل في كل شيء، بدءا من وضع الفكرة الأساسية انتهاء بعملية المونتاج. أنا ممكن أكون مش منتج لكن لي تدخل هذه، أنا مش مصور، يعني لا أمتلك القدرة الفنية اللي بيمتلكها مصور القناة اللي بيجي معي، لكن الصحفي عنده رؤية فنية أكثر من المصور. شوفوا لاحظوا، رؤية فنية، يعني هو يطلب منه أنه يأخذ له شوية لقطات اللي بيسموه كات أوي وشغلات من هذا القبيل نستخدمها في إطار التقرير. هو مجرد مصور، قد يكون مصور ما عندهش الخبرة الكافية، وقد يكون زي ما قلنا في بداية المساق أنه تتوفر عند الشخص اللي هو الفيديو جورناليست، الصحف الشامل، فكرة الصحف الشامل، وهي ليست سهلة. ممكن جدا أنه الإنسان يتعلم مثلا برنامج لبريمير ويتعلم مبادئ أسس التصوير، لكن يبقى أنه لا يعرف كل التفاصيل الكاملة عن كل جزء من مجريات العمل. هذا اللي بيشتغله طاقم، كرو، طاقم عمل، تيم مع بعض، مش فرد واحد أو اثنين، فلذلك يحتاج إلى جهد تشاركي من أكثر من شخص. إذن هذه الملاحظات ياريت تمر عليها بشكل جيد من أجل الاستفادة منها المتعلقة بالمقابلات. زي يعني ملاحظة من الملاحظات وهذه مهمة جدا، إنه هاي الكادر تبع الصورة أين تقف وأين تقف؟ إحنا لا نضعها في النص، لكن مش معناته إنه نضعها على الطرف، يعني في أقصى الطرف. شايفين هنا في أقصى الطرف، هنا ليش خطأ؟ لأنه في عملية المونتاج نخشى إنه يذهب جزء منها. زي الصورة الآن، أنا بصوركم صورة، صورت شخص واحدة منكم في صورة وجبت على الطرف بالضبط أقصى اليمين أو أقصى اليسار، احتمال جدا في عملية الإيديتنج في التحرير يروح جزء منها، أو يكون في جزء طاير برا ومش قادر أنا يعني أرتبه بشكل جيد في إطار الصورة. لذلك لازم يكون في عندي مدى بسيط بين طرف الصورة وبين الشخص اللي بقى في داخل كادر الصورة. كيف هنا؟ بس لا، ما تضع الشخص في الحافة تماما في كل الأحوال.
في الحافة ما تضعيه لأنه ما بتدركي، يعني هذا ممكن يعمل لك إشكالية في موضوع المونتاج. تماما مثل الملاحظة اللي حكيت لكم إياها في موضوع المونتاج، لو أنت بتجري لسه تجارب أولية بالتأكيد ستحدث بعض الأخطاء في الحكي، في توجيه السؤال، في التواصل مع الشخص. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ بالضبط، يجب أن يكون في مدى زمني، مساحة زمنية بسيطة، ثواني معدودة بين اللقطة الأولى واللقطة الثانية. لماذا؟ حتى يستطيع المونتير أنه يفصل بينهم. طب إذا متداخلين كيف بده يفصل بينهم؟ إذا تداخلوا، بمعنى أنه أنا أخطأ، أعطيكم مثال، هل ستشاركون في الانتخابات التي دعا إليها الرئيس محمود عباس عشية لا 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 مش عارف بالضبط، هل ستشاركون؟ هل أعطيت فاصل بين السؤالين؟ أدركت أنه أخطأ، بتوقف قليلا، بصمت قليلا، لأنه هذا كله بنعمل له كت في المونتاج بروح. لكن إذا أنا وصلت ببعض لن يستطيع أن يفصل بينهم في المونتاج إلا بصعوبة كبيرة، وبتغلب هذه المسألة. فتصور لو تكررت أكثر من مرة هتعمل مشكلة لموضوع المونتاج في مثل هذه الحالة. هذا سبق أن تحدثنا عنها، تجنب الخلفيات، يعني دائما وهذا جزء من اللي حكيته الآن قبل قليل، أنه يجب أن نتدخل. حتى يعني الآن وقف شخص أمامك يعمل مقابلة، أو من اللي بيعملوا فوكس بوب استطلاعات الرأي، عندما تقف أي طالبة وقفت في ساحة الجامعة وبدك تعمل معها لقاء، وراها يظهر عمود أو شجرة، كأن الشجرة أو العمود يخرج من رأسها أو من جسدها، لا، إزاحة يمين إزاحة يسار، المهم يجب أنك تلتفت إيش الباك جراوند اللي حيظهر خلف الشخص. تمام؟ فأيضا هذه بدنا ناخذ بالنا منها مثل هذه النقطة. افترضي انه ما انتبه المصور. دائما افترضي انه المصور غير منتبه. يجب ان تنتبهي انت، لانه التقرير في النهاية، المقابلة في النهاية مسؤوليتك انت بدرجة اساسية. لا بتحمل في القناة غير، بيختلف الامر، بتحمل مسؤولية، لكن الان انت العمل هذا عملك، فلذلك بدك تتعودي ان تكوني مسؤولة عن كل جزء من اجزائك. في تفاصيل كثيرة يمكن لا يتسع المجال لأنه أذكرها، موجود يعني ملاحظات على كل واحد، متى نلجأ إلى اللقطة العليا ثم نقرب هذه، يعني تبدأ بلقطة عليا عامة بعدين لقطة عليا بس بتكون أقرب عشان تكون بشكل أوضح، وفي الحركات وما الحركات، كيف نتعامل مع أسلوب الحركات واللقطات المتعاقبة المتسلسلة. هذا بيت في الامتحان يا أستاذ كله؟ لا مش كله، بس من أجل المعرفة، وهذه جزء من المعلومات الجميلة بالنسبة لكم. الآن أنتم كاميراتكم يدوية في الغالب، تمام؟ افترضي أنه زميلتك اللي بدها تصور ولا يتوفر لدينا حامل لهذه الكاميرا أو للجوال، فلذلك محتاجين الثبات. بخصوص هذه الملاحظة، حتى نحافظ على أكبر ثبات ممكن لدى الشخص خاصة إذا شعرنا بالتوتر، يفضل المباعدة بين القدمين حتى في الحالات الاعتيادية. وأنت تتحدث إلى زميلتك وأنت تقدمي عرضا خلال محاضرة من المحاضرات، لا تقفي ورجلاك متلاصقتين لأنه هذا بيزيد التوتر، لكن تباعد قليلا بخلي الإنسان كأنه يقف على دعمتين، أثبت من طريقة اللي هو تلاصق القدمين. فإذا هذه الملاحظة الأولى، احمل الكاميرا بكلتا يديك، يعني الاثنين بتساعدوا مع بعضهم البعض، وثبتها على مقربة من جسمك، يعني إذا كانت أنتوا بتشوفوا طبعا المصورين بثبتوها على الكتف لأنه هيك بتكون أثبت، وهي أصلا ثقيلة فبتثبت، حتى لو استغرق منه الأمر عدة دقائق يستطيع أنه هو يلتقط كل هذه الأشياء. ايضا اثناء الحركه احمل الكاميرا بعيده عن جسمك، يعني الان انت بتتحركي او بدك تعمل ستاند
بدك تصور ستاند لمراسل يتحرك، تمام؟ فالحركة الأنسب إنه أنا أحملها بيدي حتى أتحكم، زيادة التحكم فيها هو بكون جاي وأنا بتحكم وبستطيع إنه أمشي معه بهذه الطريقة، لكن بشرط إنه أنا أكون متفقد أيضا الأرضية حتى لا أقع في حفرة كما حصل مع بعض المراسلين من الشغلات اللي بذكروها في يمكن شفتوها على اليوتيوب. آخر ملاحظة، زي ما حكيت توي، في حال طالت اللقطة أو المقابلة يفضل أن نبحث عن شيء يعني نرتكز عليه نتكئ عليه، لأنه بالتأكيد أي إنسان يا أخواتنا، أنتوا بتشوفوا اللقطات يمكن اللي على اليوتيوب أو الناس اللي بتصور الهواة أو صحافة المواطن، في معظمها فيها مشاكل في التصوير، لأنه أنت صوري حدث معين لمدة دقيقة تصمدي، لكن بعد ذلك تبدأ الاهتزازات، هذه طبعا تؤثر على اللي هو جودة التصوير، هذا شيء طبيعي جدا لدى الجميع، فبدنا ناخذ بالنا منه أيضا. يعني هو في العديد من الملاحظات، وفي ملاحظات تتعلق بالضوء وما إلى ذلك، أنا ما بدي أرهقكم فيها كلها، لأنه أعرف أنه هذه تحتاج إلى وقت أطول، تحتاج إلى تخصص أعلى، تحتاج إلى يعني دراسة بعناية أكبر حتى نستطيع أنه فعلا نحصل على الصورة بجودة أعلى. عشان هيك إحنا يعني عندما نلاحظ عملين، أحيانا ماذا نصف العمل؟ الصورة تنطق، قوة الصورة، نوعية اللقطة قريبة بعيدة، درجة الوضوح، درجة النقاوة في الصورة، درجة النقاوة في الصوت، هذه كلها طبعا تحسب نقاط إيجابية لصالح عمل على عمل آخر. احنا في بداية المشوار يعني لا نخجل من انه أعمالنا تدريبية، أعمالنا أولية، يكفينا شرفا أننا نخوض التجربة، أنكم تنزلون إلى الميدان، تختارون الموضوع، لديكم تصور واضح الآن ما هو التقرير التلفزيوني، كيف نبدأ، كيف نختتم، ما يكون في النص اللقاءات، نوعية اللقاءات، مدة اللقاءات، بالنسبة لأهم الإرشادات المتعلقة بالبرنامج الحواري إذا كان برنامج حواري. أيضا تحدثنا في السابق عن طبيعة الفوكس بوب، لكن طلبنا إضافة منكم أنه يكون في تقديم بدون ستاند أخير لأنه لا يحتاج. كل هذه النقاط حاولنا أنه نثبتها، لا أدعي أنه إحنا أتممناها تماما، بالعكس لسه بداية الطريق، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى مشاهدة مكثفة منكم، عشان كلما شاهدتم أكثر تتثبتوا أكثر. يعني عندما أشاهد مقابلات دققوا في عندما أشاهد مقابلة ماذا أشاهد قبل إجراء المقابلة؟ يفضل أن تشاهدوا مقابلة في قناة تلفزيونية محترفة دائما حتى نتعلم الأصح والأفضل والأقوى مهنية من البداية. بأتي إلى بعض الحوارات، برامج حوارية في فضائيات معينة، كيف تبدأ اللقطة الأولى عندما تبدأ بعد الموسيقى بعد شعرة البدء، تمام؟ ما هي اللقطة التي تأتي؟ طبعا هناك تشكيلات، ستجد يعني مداخل مختلفة للبرامج، أحيانا يمكن أن يبدأ البرنامج مباشرة بالمقدم من خلال يطرح تساؤلات أو يتحدث، يعطي يعني عندما شاهدنا صدى الملاعب كان يعطينا فكرة عامة عن الموضوع، لكن بنبرة مختلفة عن النبرة التي يتحدث بها خلال اللقاء. فيصل القاسم يبدأ عندما يقدم البرومو تبع البرنامج، لاقي مجموعة من التساؤلات، بعدين هذا ينتقل إلى الضيوف، وهكذا يعني في عدة آليات وطرق. المهم كيف يبدأ التصوير، كيف يبدأ اللقاء، عندي شخص هان وشخص هان، كيف يبدأ اللقاء، طبيعة الترحيب، تمام؟ هناك البعض يبدأ مباشرة بالترحيب بالضيف وينتقل إلى الموضوع، لكن الصحيح أنه نبدأ بالموضوع ونرحب بالموضوع بالضيف، والآن نذكر أنه هو سيتحدث معنا في خلال هذا اللقاء عن هذه القضية وهذه المحاور، إضافة إلى اتصالاتكم، ونتحدث عن آلية البرنامج، إذا كان هناك اتصالات، إذا كان هناك استطلاع رأي، إذا كان هناك تقارير أخرى وما إلى ذلك، يعني كأننا نشرح باختصار خطة البرنامج.
فلذلك يجب أن تشاهدوا بعمق أكثر من برنامج وتأخذوا ملاحظات من هنا وهنا، ثم نرجع إلى القاعدة كن أنت. أنا لا أقول استنسخوا تجارب الآخرين وطبقوها تماما بنسبة 100% على أنفسكم، لا، نستفيد، كلنا يجب أن نستفيد من الآخرين، لكن لا نقلد تقليدا أعمى. ولا يوجد في كل العالم عمل إنساني سواء إعلامي أو غير إعلامي متكامل من الألف إلى الياء. كل عمل فيه ضعف، ممكن في هذا البرنامج في نسبة ضعف أو قصور 5%، في برنامج آخر 50%، في بعض البرامج لا تستحق أصلا أن تبث، ضعيفة جدا، سواء من ناحية الإعداد، من ناحية التقديم، من ناحية المضمون، من ناحية التواصل مع أو درجة التفاعلية في البرنامج وما إلى ذلك. هذه كلها عناصر يجب أن ندركها جيدا قبل أن نقدم على أعمالنا. يعني مطلوب منكم تشاهدوا المزيد من الأعمال، اللي خاصة كل واحدة منكم تختار العمل اللي هي حتنفذه. حتعمل برنامج حواري، شاهدي أكثر من برنامج حواري. حتعمل استطلاع رأي، شاهدي أكثر من استطلاع رأي، وشفنا مجموعة من استطلاعات الرأي. حتعمل نشرة أخبار، يجب أن تشاهدي بتركيز نشرة الأخبار، ماذا يتم خلال النشرة، موضوع النبرات والتنغيم والأشياء هذه والانتقال، كيف ننتقل من الخبر إلى التقرير، أو إذا كان في شخصين بقدم النشرة أيضا هذه مهمة أصعب، كيف يتعاملوا، كيف يتم التنسيق. هذه كل الأمور تحتاج منا، صدقوني الموضوع المشاهدة المكثفة والمركزة تزيدنا وتقرب المسافات بيننا وبين الوصول إلى خبرة أوسع. هيك بنكون إحنا وضعنا أقدامنا على بداية الطريق فقط، يعني دخلنا هذا المعترك، معترك العمل الإذاعي والتلفزيوني، من بدايته عمل رائع جدا، جميل جدا، حيوي جدا، تفاعلي. من يدخل فيه أنا متأكد أنه سيندمج معه بدرجة كبيرة جدا وسيسعى إلى التطوير. القاعدة الأساسية اللي تحدثنا عنها وذكرناها وكررناها أكثر من مرة، أن نسعى إلى تطوير ذواتنا. هذا ما يجب أن نحافظ عليه، ليس من أجل المساق، ولكن من أجل بناء شخصية صحفية مهنية تتحلى وتتمتع بالقدر الكافي لممارسة العمل الإذاعي والتلفزيوني. ويمكن العمل التلفزيوني تحديدا يحتاج إلى مهارات أعلى من الوسائل الأخرى، لأنه نحن الآن أمام كاميرا، أمام جمهور، نحن يعني محاسبين على كل شيء، لأنه كل شيء مكشوف، سواء كانت حركات أو كانت سكنات، في كل شيء مرصود أمام هذه الكاميرا، وخاصة والعمل الأصعب وهو العمل المباشر. لذلك يحتاج إلى تدريب مكثف. ولا تعتقدوا أن من هو نجم تلفزيوني الآن، سواء كان محاور أو غير محاور أو مراسل، هو بدأ مشواره يعني مرة واحدة ودفعة واحدة، لا، بالعكس، كلهم زيكم كانوا طلاب على مقاعد الدراسة أو تلقوا تدريب في دورة أو دبلوم أو ما إلى ذلك ثم بدأوا. لكن عندما تجتمع الموهبة مع العلم، الفن والعلم بيطلع رائع جدا. يعني أنا أصلا أحب العمل التلفزيوني بالسليقة، إضافة إلى أني تلقيت تدريب في مجال العمل التلفزيوني، هذا بيكون عمره ما بترك عمله مطلقا. وقلنا القاعدة الأساسية اليوم، الصحفيون يولدون ويصنعون. بالأمس البعيد في بدايات العمل التلفزيوني الإعلامي وليس التلفزيوني، كانت القاعدة أن الصحفيين يولدون فقط، يعني هذا صاحب موهبة. طب وغير صاحب الموهبة؟ خلص انتهى الأمر. بالعكس، في كثير من الناس اللي برزوا هو في الأساس لم يكن لديه أي علاقة لا بالتلفزيون ولا بالوسيلة الإعلامية. ارجعوا إلى السيرة الذاتية للعديد من المراسلين، ماذا درس؟ في عدد كبير منهم لم يدرس إعلام. هذا ليس معناه أنه لا ندرس إعلام، لا، ولكن هذه المهنة تحديدا تستوعب صاحب الموهبة، وتستوعب من يدرس، وتستوعب من يمارس وما إلى ذلك. يعني خلال الانتفاضة الأولى، أنتم لا تذكرونها، الانتفاضة الأولى عندما بدأت كان لدينا عدد قليل جدا من الصحفيين والإعلاميين، المعظم ليس له علاقة بالمهنة أصلا، لكنه اضطر اضطرارا إلى أن يعمل، لأنه وجد
فرصة عمل، حاول يلتحق فيها. الجانب الثاني اللي شجعنا يمكن احنا كفلسطينيين تحديدا هو انه هذه عمل وطني باحتراف واقتدار. جندي في المعركة هو الإعلامي، ولاحظتم في العدوان الأخير كان الاستهداف واضح بأكبر درجة ممكنة، وتم استهداف صحفيين ومؤسسات إعلامية بالصواريخ وبالطائرات وبالدبابات وبكل شيء، لأنه أصبحت الآلة الإعلامية أكثر خطرا على إسرائيل من الآلة العسكرية لكونها فضحت كل انتهاكاتهم وجرائمهم. فأتمنى أن نكون فعلا أخذنا بعض القواعد الأساسية في هذا المساق. المطلوب منكم أنكم تكملوا المشوار إن شاء الله، خاصة من أحبت هذا المجال تكمل المشوار. يتبقى شيء أخير أحب أن أؤكد عليه، كنت قد وعدتكم وأنا عند وعدي لا أزال، ولكن المطلوب أنكم تتفاعلوا في الفصل القادم والفصول القادمة إن شاء الله، أن نواصل المسيرة في هذا المساق من خلال نشاطات لا منهجية، ورش عمل، لقاءات، تدريبات، نوفر لكم فرص تدريبية من خلال ما يشبه جسم أطلقنا عليه منتدى له علاقة بموضوع الإذاعة والتلفزيون. فأتمنى منكم تدفع، طبعا الموضوع ليس ملزما لأي واحدة منكم، يعني اللي بدها تتفاعل أهلا وسهلا، المهم يكون عندنا الحد الأدنى من الطالبات اللي عندهم رغبة فعلا نوجد لهم فرص تدريبية، فرص عمل بعد ذلك إن شاء الله. وعلى فكرة من خلال المساق ومن خلال الصفحة اللي انتشرت بشكل كبير، كثير من، يمكن حتواصل بعد الامتحانات مع عدد منكم، كثير من الفرص التدريبية اجت لكم، يعني كثير بعثوا لي، بس انا يعني حكيت لهم الان عندنا فترة امتحانات وصعب اي حد يتفاعل معكم، انه بدنا متدربات، بدنا ناس عندهم قدرة على الالقاء، بدنا ناس من اللي شاركوا شافوا بعض التدريبات اللي صارت، شافوا بعض التفاعلات، شافوا كذا، فحابين انهم هم يستفيدوا ويقتنسوا الفرص. هذه فرصة اي واحد انه هي تثبت نفسها، عندما تأتيك الفرصة امامك الفرصة الان انك انت تثبت نفسك، سواء يعني في مجال الاعداد او مجال التقديم او مجال المراسلة الميدانية، اي مجال من المجالات الاخرى. فاتمنى انه تجهزوا لنفسكم جيدا لمثل هذه الامور، وان شاء الله بنلقاكم على خير وسلامة. نعيدها، وإن شاء الله بنلقاكم على خير وسلامة في فصول قادمة. وأهم حاجة كما تحدث لكم أن تواكبوا أي تطور وأي شيء يتعلق بالمساق، ليس المساق كمساق لكن يتعلق بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. كلما طورتوا أنفسكم أكثر كلما استطعتوا أن تصلوا إلى مراتب عليا، وأتمنى وأسعد وأفخر بأن أراكم إن شاء الله في مواقع متقدمة في المؤسسات الإعلامية، سواء كانت الإذاعية أو التلفزيونية أو الإلكترونية أو الصحفية. شكرا لكم، ونلتقيكم إن شاء الله في مساق آخر.